أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. أبو عبد الله يقول: عند نزول الأمطار ما الهدي النبوي في ذلك؟ مأجورين؟ أن يخرج إلى أول المطر، يكشف شيئا من جسمه يصيبه المطر، لأنه ماء مبارك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يدعو فيقول: اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم زد وبارك، ونحو من هذا. نعم.